السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة ايمي وهنونة. بما ان بقى موسم الامتحانات بدأ وربنا مع اولادنا كلهم يا رب ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، فهنعمل اكلات سهلة وسريعة وفي نفس الوقت برضو اولادنا بيحبوها جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة جدا وهي الشيش طاووق، وهنعمل معاها رز بسمتي. معانا المقادير حوالي نص كيلو من الشيش طاووق، وهي بتبقى من الوراك. هنقول الراجل يعني بتاع الفراخ يقطع لنا الوراك ويخليها، ودي مغسولة جدا بمية وملح وخل وليمون ودقيق وغسلها ومصفياها. ومعانا هنا ليمون اهو، ومعانا خل، ومعانا باربيكيو صوص، ومعانا مستردة، ومعانا تشيلي صوص، ومعانا علبة زبادي، ومعانا هنا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكزبرة وبابريكا وسماق وحبهان بودرة، ومعانا ورق لورا مطحون برضو، ومعانا زعتر اهو. دي التوابل بتاعتنا اللي احنا هنتبل بيها الشيش بتاعنا دلوقتي. الشيش بتاعنا بقى هنحطه وننزله كده في بولة كده، وبعدين هنحط عليه بقى الصوصات بتاعتنا. هنحط المستردة، معلقة كبيرة كده، حوالي معلقة كبيرة من المستردة، ومعلقة كبيرة من الباربيكيو صوص اهو، ومعلقة خل كده، ومعلقة كبيرة من الشيلي صوص. ده بيبقى طعمه بيديله طعم جميل جدا اهو. وهنعصر، هناخد بقى نص ليمونة عشان الكمية مش كبيرة قوي اهو اهو كده. هنسيب الليمونة في قلبيه لحد بس ما يتبل، وبعدين هننزل بقى بالتوابل الجميلة بتاعتنا دي كلها كده. وهنحط زبادي، زبادي اهو، ممكن زبادي وممكن لبن رايب المتوفر اهو، وممكن نزود شوية زيت صغيرين. هو كده كده الوراك بيبقى فيها دهون كتير غير الصدور، وفي اللي بيحبها بقى من غير دهون ممكن يعملها بصدور الفراخ. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كده اهو، نقلبها كويس جدا اهو كده. زي ما انتوا شايفين خلطنا كل المكونات مع بعض وتبلنا الشيش كويس قوي. هنسيبه بقى في التلاجة لمدة 2 3 ساعات كده، ويا سلام بقى لو سيبناه من قبلها بيوم، هيشرب من التتبيلة ويبقى مستوي وجميل جدا اهو. هنسيبه بقى كده ايه 2 3 ساعات كده اهو كده. وان شاء الله ارجع لكم تاني بقى بعد لما يكون اتبل كويس يعني. خلاص كده بعد حوالي 3 ساعات خرجنا الشيش بتاعنا من التلاجة اهو. ومعانا هنا فلفل الوان، انا مش هحط بصل ولا طماطم، ولادي مش بيحبوه يعني وكده. والنهارده احنا مش هنحطه مش في العصيان يعني بتاعت الشيش وكده، انا هعمله بطريقه سهله جدا جدا ومش هتاخد وقت، واولادي بيحبوه كده اكتر. احنا هنعمله من غير ما نشيشه يعني في العصيان وكده، بتبقى اسهل واحسن. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا بقى طاسه او جريل على النار، احنا برضو مش هنعمله في الفرن، سخنه جدا جدا هنسخنها، مش هنحط فيها اي ماده دهنيه علشان الشيش بتاعنا اصلا الوراك اصلا فيها دهون، وغير ان احنا حاطين شويه زيت فمش هنحط اي ماده دهنيه عشان هي هتنزل يعني هتنزل السائل بتاعها يعني اهو. هنحط الشيش، شايفين كده؟ لازم تبقى سخنه جدا اهو كده زي ما انتم شايفين. هنسويها بقى من فوق كده، نسيبها لما تستوي خالص وتاخد لون معانا، ولحد ما الشيش يستوي معانا يلا بينا نعمل الرز بتاعه. ودي مقادير الرز بتاعنا، ده حوالي 1.5 كوباية رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة مش اكتر من كده. وانا بجيب الرز البسمتي نوعه هندي من عند العطار السايب، عادي بيبقى احلى من المغلف كمان. دي حوالي 1.5 كوباية. تمام. معانا هنا مكعب مرقة، ولو في شوربة تبقى افضل لو عندك شوربة يعني. وهنا اللي هو القرفة الخشب،
وفلفل اسود حب وحبهان وورق لورا. وطبعا هنحط بقى في الحله زيت. وعايزه اقول لكم ان الرز البسمتي بيحتاج ماده دهنيه اكتر من الرز المصري، ولكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص ميه مغليه. هنا بقى معانا معلقه كبيره سمنه، هننزل بالتوابل بتاعتنا دي، ويستحسن تكون كلها حصى عشان ما تمررش اهو. بس نشم بس ريحتها شويه كده، نقلب بس فيها شويه كده. عايزه اقول لكم ريحه الشيش كمان جميله جدا اهو. انا ما حطيتش لسه اي خضروات انا مقطعاها، الفلفل الالوان الا في الاخر خالص عشان ما يتبلش معاها وعشان يدي تيست حلوه قوي. واهو الرز بتاعنا اهو كده. بعد كده بقى هنحط الرز بتاعنا كده. هنا بقى هضيف مكعب المرقة بتاعنا اهو كده، هنقلبه. وضفت شوية ملح صغيرين علشان المرقة برضو بتاعتنا فيها ملح اهو. وهحط شوية كاري صغيرين عشان يدينا اللون الأصفر الجميل، والكاري طبعا من التوابل المفيدة جدا كمان. شوية اهو، شايفين لونه بقى جميل ازاي اهو. هنجيب بقى عليه المية المغلية بتاعتنا. وهغطي عليه بقى. وعايزه اقول لكم ان الرز البسمتي ما بيتقلبش كتير خالص علشان ما يتكسرش. هنحط بقى هنغطيه اهو كده اهو كده. الرز البسمتي بتاعنا اتشرب اهو، شايفين شكله ولونه جميل ازاي. هنغطي بقى عليه ونوطي وايه، ونسيبه يستوي خالص براحته. ودلوقتي هنعمل مع بعض صوص التومية، بيبقى لذيذ قوي مع الشيش طاووق. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هنعمل صوص التومية مع بعض. معانا حوالي فصين توم مفرومين كده ناعم، ومعانا مايونيز وشوية ملح صغيرين، ومعانا زبادي. وهنعمله بطريقة سهلة جدا جدا وطعمه لذيذ جدا، هيعجبكم قوي بالذات مع الشيش طاووق او مع اي مشويات عامة. اول حاجة هنحط التوم بتاعنا كده طبق، وهنحط الزبادي اهو. هننزل بالزبادي اهو، الزبادي هننزل بالزبادي كده. وبعدين هنضيف كده حوالي 3 معالق مايونيز كده اهو، ورشة بسيطة ورشة بسيطة من الملح كده. وهنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وهنضيف شوية من الزيت. الزيت بيساعد على ان التومية بتاعتنا تعمل يعني ايه زي فوم كده اهو. هنبدأ نقلب فيها، طعمها لذيذ جدا، مش بتحتاج خل لان الزبادي اصلا يعني بيبقى مزز شوية، هي كده بتبقى مظبوطة جدا. وكده الصوص التومية معانا كده جاهز اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو. هنا كده الشيش بتاعنا اهو خد لون واستوى خالص زي ما انتوا شايفين اهو. هنحط بقى عليه الخضار اللي احنا قلنا هنحطه اخر حاجة، الفلفل الالوان، واللي يفضل يحط البصل زي ما انتوا عايزين او طماطم اهو. هو انا حطيته في الاخر علشان ايه ما يتبلش كده ويفضل لونه زي ما هو اهو كده، هياخد بس ايه من طعم الشيش شوية. وبعدين هنحضر له بقى فحمية عشان ايه يبقى مدخن كده وطعم الشوي فيه. هنا بقى حضرنا ورقة فويل اهو، وفتحنا فحمية كده اهو، ولعناها جامد كده زي ما انتم شايفين. هنحط لها بقى نقطة زيت كده اهو، نغطي بقى عليها بسرعة علشان تاخد من ريحة الشوي كده. نسيبها بقى شوية كده تاخد من ريحة الشوي، وان شاء الله بقى نشوف الاكل كله بعد لما نغرق.
وده كان شكل الطبق بتاعنا اهو بعد لما غرفناه. حطيت هنا عليه صوص التومية، وحطيت الباربيكيو صوص اهو. شايفين الفلفل الالوان، يعني الالوان بتاعته زاهية زي عشان حطيناه في الاخر خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. وده الصوص التومية اللي احنا عملناه مع بعض، وعملت جنبه شيبسي. شايفين بقى الرز، انا عايزة اوريكم برضو الرز مفلفل ازاي. بصوا بصوا بيلمع مفلفل ازاي، شايفين اهو اهو مفلفل خالص. ان شاء الله اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وياريت تدعموني باللايك والشير، واللي يشترك في قناتي اول مرة ياريت يدوس سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.